اخبار اليوم. سواق كانت مع سواق في قلب عربيه، انت واخد بالك؟ ميكروباص. الراجل احنا منبهين اصلا، جالنا تعليمات ان احنا اي عربيه اي سواق ينزل من العربيه يفتش في العربيه اللي هو فيها. فتش في العربيه، لقى القنبله راح جايبه وحاططها هنا. العربيه دي جايه منين؟ جايه من 6 اكتوبر. بعد كده راح بعت، احنا اتصلنا بالحكومه الصراحه، الناس ما لحقوش 10 دقايق كانوا هنا وتعاملوا معاها، والحمد لله رب العالمين اتضربت وفكت الحمد لله. تحيا مصر. احنا مصر دي بلد العظماء وبلد الفراعنه، احنا مش هنسيب بلدنا عشان قنبله ولا هنتهدد عشان قنبله. ده لقمه عيشنا وده مكاننا اللي احنا هنا بناكل فيه وبنشرب فيه وعايشين فيه، غير كده مفيش اي حاجه، واحنا مش هنسيب مكاننا ولا قنبله هتمشينا ولا اي حد هيهزنا ونمشي. من احد العاملين بنقف من الرياض، فانا شفت السواق وهو بينزل الصناديق. انا جريت عليه، ايه ده يا ابني؟ قال لي لقيتها في العربيه. عباره عن ايه الشنطه؟ شنطه عده. فبفتح الشنطه لقيت فيها الاجسام الغريبه اللي احنا بنلاقيها. طب حضرتك عملت ايه بعد كده؟ بلغت الجهات المعنيه، بلغت رئيس المباحث وبلغت معاون المباحث وبلغت الدفاع المدني وبلغت النجده. وبعد كده ايه اللي حصل طيب؟ بعد كده لو عملوا كده 20 مره، احنا موجودين، الشعب المصري موجود. والموقف اشتغل عادي؟ الموقف اشتغل عادي، مفيش اي حاجه، زي الفل. ونشكر دلوقتي، نشكر يعني الناس اللي هي قامت وجريت. انا في ظرف 5 دقائق لقيت الشرطه والدفاع المدني موجودين. انا بقيت فرحان من جوه وزعلان للناس اللي بتعمل كده. بتعملوا كده ليه وعشان ايه؟ طيب الشنطه كان فيها ايه جوه يعني؟ 2 قنبله. قنبلتين؟ 2 اجسام غريبه كده. طب لما الحاجات دي ما يعرفهاش غير الدفاع المدني. الامن اتعامل معايا هنا؟ اتعامل معاه وفرحهم قدامنا، قدام الناس. حصل صوت؟ حصل صوت.